رجعنا من جديد في اخر جزء من حصتنا اليوم في فاير بلاي. اكيد نحكيو حتى مقابله وديه في تونس ما تكملش تتوقف نهار السبت، مقابله وديه بين اولمبي البيجي ومستقبل راجيز، زوج فرق حضر عوده البطوله او عودتهم هما اصلا للرابطه المحترفه الاولى، لكن للاسف المقابله الوديه بيناتهم ما كملتش الاسباب والتفاصيل باش ناخذوها في المباشره مع عند مراسلنا في بيجا علي التكابري. علي اهلا بك. مرحبا بك سليم ومرحبا بكل او في الرياضه الاكسبريس اف. اهلا وسهلا علي. دونك احكي لنا علي، تبعت المقابله ساعتي ولا ايه؟ اي تبعت المقابله. اي كنت موجود باي خويا شاهد عيان، احكي لنا شنو صار في الماتش علي. سليم الشارع الرياضي في بيجا واخر التطورات هنا في بيجا لا توحي بخير. كل يوم فما اخبار جديده، الهيئه المديره كل يوم فما انتدابات جديده، الامور ماهيش لك الكل هنا في بيجا. هي الفريق مازال في اول التربصات نتاعو، مازال يحضر الموسم نتاعو، لكن الفريق الى حد الان ما عندوش 11 لاعب قادر باش ينافس فرق الرابطه المحترفه الاولى. شكون اللي قيم هذا وشكون اللي قال هذا؟ مازال الفريق يلعب مقابلات وديه معناها حسب الاداء، حسب الاداء وحسب الشارع الرياضي هنا في بيجا. في مقابلة ودية علي. الاداء محتشم جدا، الاداء محتشم جدا اسلام. إيه الفريق لعب ثلاث مباريات وديه. تسمع فيا علي، مرحله بتاع بريباراسيون هذه عادي، معناها المدرب يلوج على التشكيله نتاعو، مدرب جديد عادي باش كل اداء مش ولا بد معناها. صحيح اسلام، كما قلت الفريق مازال في اول التربصات نتاعو، لكن موش ريبير، لكن اللي هنا في بيجا الناس كل عندهم مازال سيناريوهات المواسم السابقه في البال، خاطر نفس التمشي بتاع الهيئات المديره السابقه، الفريق يلعب موسم وبعديك يلقى روحه في الرابطه الثانيه. هذاك اللي خلى صيحه فزاع هنا لكل الجماهير وكل محبي الاولمبي باش ما يتعاودش السيناريو هذا. صحيح مازال تدارك وارد، الجماهير عبرت عن غضب نتاعها لا اكثر لا اقل لكي لا يتكرر نفس السيناريوهات. الفريق لعب ثلاثة مباريات ودية، لم ينتصر في أي مباراة، سجل هدف وحيد مع فرق في نفس المستوى أو أقل، مع احتراماتنا كل فرق لكل من رجيش ووادي الليل. الانتدابات أيضا لم تقدم إضافة كبيرة حسب ما شفنا في ثلاثة مباريات. اللاعب الأجنبي سيزار لوبي مانزوكي، هذا لاعب انتدب الفريق وكان معامل عليه أنه مشكور أصحابه مش قدم الإضافة. شاكر مفتاح مدرب الأولمبي سيتم استغناء عن المهاجم هذا. شفنا قدوم مهاجم كامروني كريستيان إيبوبا انتوبا، سيلتحق بتربص الأولمبي. أخبار أخرى تفيد بأن سليم جديد قريب جدا من تجديد العقد، بالتالي هناك لاعبين سليم كانوا معنا الموسم الفارط ما تفهموش باش يجددوا العقد، وتولى المديرة مضطرة باش يعاودوا يرجعوا مرة أخرى باش يقدموا باش ينجموا يعاونوا الفريق، خاطر كما قلت لك اسلام اداء الموسم الفارط للاولمبي البيجي افضل من الاداء الحالي. الفريق ايضا هناك بعض اخبار توحي انه كوني خلفه لاعب الاتحاد التوين قريب جدا من الاولمبي البيجي، لكن اليوم سمعنا انه هناك مفاوضات اخرى واتحاد المنسير دخل على الخط. هناك بعض الانتدابات للهيئه المديره تحاول باش تقوم بها، لكن الاوتوماتيزم والاداء لحد الان لم يكن في المستوى. صحيح مازلت هناك تربصات اخرى علي، احنا كنا باش نحكي على اخبار الاولمبي البيجي، لكن انا سالتك معناها على المقابله شنو صار فيها علي. المقابله اسلام الفريق الاولمبي البيجي انه دخل المباراه بصفر هجمه، اداء كان محتشم جدا، مستقبل الرجيش افضل جدا من الاولمبي البيجي رغم انه حافظ على جل العناصر نتاعو. الاولمبي بانتدابات، شفنا انه الفريق صرف بعض الاموال، جاب لاعبين، الاوتوماتيزم ما ثماش، هذا ما خلى الغضب كبير نتاع الجماهير اللي كانت حضرت بكثافه في مركز التربصات بعند راهم، خلاهم مش صيحه فزع باش الهيئه تفيق على روحها، باش الهيئه تحاول تراجع امورها. المدرب ايضا شاكر مفتاح ما نجموش نلوموا عليه، مدرب جديد جاء قام الفريق ما عندوش بيكتيف كبير، لازم عليه الانتدابات. هذاك علاش شفنا معناها بعض المناوشات كان صارت في الدقيقه 76 بالضبط توقفت المباراه. نعرف انه مباراه وديه، لكن احباء الاولمبي البيجي حبوا يعبروا عن غضب نتاعهم باش لتفادي ما يحمل عقباه، خاطر نعرف انه باش يكون موسم صعيب، الاداء قريب لبعضه، وشفنا حيث ان نهايه البطوله اداء الفرق اللي في نفس مستوى الاولمبي بيجي هارب شويه على المستوى الحالي. ما تطورتش الامور، فقط احتجاج
فقط احتجاج على اللاعبين، وعلى كان احتوى ايضا مع المدرب، واحتجاج جوست كان في مركز طرابلسات ولا اكثر لا اقل. سمعت شويه كان فما لاعب خشن ولا حاجه، هذا من الحاجات اللي خلت له متوتر زاده. لا ما فماش لاعب خشن. انا حكيت لك سلام، السبب الاساسي لتوقف المباراه هو احتجاج الاولمبي البيجي. جوست احتجاج كان في ما فاتش 15 دقيقه على ارضيه الميدان، وبما انه مباراه وديه الناس اللي حاضرين غاديك من هيئه اولمبي البيجي مستقبل الرجيش ما حبوش الامور تتطور اكثر، كانوا قص المباراه في الدقيقه 76 لتفادي تطورات اخرى. ما زالت هناك مباريات وديه اخرى، وما زالت هناك انتدابات اخرى، وما زالت هناك تربصات اخرى للاولمبي ان شاء الله نشوفوا فيها القادم اخر. واضح، هديك الصحه، شكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. اخر طلعه في الكره التونسيه، جماهير تقتحم الميدان، توقف المقابله على خاطر المقابله وديه، الفريق مازال يحضر في زمن الكورونا. في زمن الكورونا اي الفريق مازال يحضر تقريبا بدايه الموسم، الفريق مازال كيطلع للرابطه الاولى، المدرب قاعد يشوف الملاعبيه، مدرب جديد، مدرب انتدابات جديده، وجمهور يحكي على اوتوماتيزم، على في 3 ايام يحبوا كل شيء يحظى في الاولمبي البيجي. على كل ان شاء الله بالتوفيق للاولمبي البيجي والمستقبل الجيش ايضا في صعودهم السنه للرابطه المحترفه الاولى. هكا نوصلوا لنهايه فير بلاي اليوم. حاسه كان معنا ايمن دحمان حارس النادي الصفاقسي، سامح حد البالي لاعب الترجي الرياضي التونسي، كان معنا كمال بن خليل ايضا ناطق رسمي سابق للنادي الافريقي، محمد مكشر مدرب جديد للعداله السعودي، كان معنا ايضا مع علاء التوكيبري، انيس الباجي حكى على انتقال لاعب يوسف المدب لسان بيترو. كل هذه الحوارات تلقاها على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس سبورت، تنجموا تعاودوا تسمعوها وتتابعوها. شكرا. فدوى الدريدي في الاعداد، ادم المدب في الاخراج الرقمي، منال ساسي في الاخراج، اجمل تحيات اسلام المدب، موعد غدوه مع انيس السحباني في فير بلاي كالعاده في نفس التوقيت وفي ساعتين.